استخبارات إسرائيلية تستهدف مواقع بدمشق والنظام يعلن إصابة عسكريين. مناشدات لإنقاذ العالقين في معبر عون الدادات بريف حلب. الخوذ البيضاء تنتشل جثة طفل خلال إزالة أنقاض مبنى دمره الزلزال بمدينة حارم. الائتلاف يطالب المجتمع الدولي بإصدار مذكرة اعتقال بحق بشار على غرار بوتين. الإخوان في سوريا تشيد بموقف دولة قطر الشجاع بعد تأكيدها رفض التطبيع مع نظام الأسد. أونروا تستثني الفلسطينيين شمال سوريا من المساعدات المقدمة لمتضرري الزلزال. روبرت فورد يقول إن الولايات المتحدة لا تأخذ مخاوف تركيا الأمنية في سوريا على محمل الجد. الليرة السورية تسجل 7550 أمام الدولار و 8216 مقابل اليورو. 60 نبضة، أخبار شام.